السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن نستمر في شرح قصيدة عنوان الحكم. يقول الإمام البستي رحمه الله: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. هذا البيت بيت جميل جدا، يوجه ويرشد إلى حسن الخلق مع الناس، وإلى صنع المعروف، واتخاذ الأيادي البيضاء نحو الناس، لأن الإنسان عبد الإحسان كما يقال. فيقول الإمام البستي: أيها المرء، أيها المسترشد، أيها المؤمن، أحسن إلى الناس. ماذا يكون جزاء ذلك؟ تستعبد قلوبهم. هذا مجزوم، تستعبد، لأنه جزاء الأمر وجواب الأمر أحسن، وجواب الطلب يكون مجزوما. تستعبد أي تأسر وتجعلها أسيرة رقيقة مسخرة في يدك. وخير الفتح فتح القلوب، كما يقال: جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. هذا قاله بعض الشعراء المعروفين في الأردية. فإذا أحسنت إلى الناس فتحت قلوبهم وأسرت نفوسهم وسخرت أرواحهم، فإذا أصبحت قلوبهم لديك ففي خيارتك أن تصنع بها ما تشاء، أن توجهها إلى حيث تشاء، ثم عليك بعد ذلك أن توجهها إلى طاعة ربك عز وجل. فطالما استعبد الإنسان إحسان، يعني كثيرا ما يجعل الإحسان الإنسان عبدا للمحسن. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران. يا أيها الرجل، يا صاحب الدنيا، يا من يجمل الجسم ويحسن الوجه وهو لا يزال يشتغل بإراحة الجسم وبتحسين المظهر وبتجميل الوجه، وهذا كله خدمة للجسم،
والإنسان يشقى دائما بهذه الخدمة، طارة يتعب في إشباع البطن، تارة يشقى في إرضاء مطالب الجسم، والجسم هذا شيء من الإنسان، هذا بعض الإنسان وليس كل الإنسان، والجزء المهم في الإنسان إنما هو قلبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلى الإنسان أن يحسن قلبه ويصلح هذه المضغة التي بصلاحها صلاح الجسم وصلاح الإنسان، وبفسادها فساد الإنسان. أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أيها الإنسان الغافل، أنت بخدمة الجسم ترجو الربح والنفع، مع أن في الاشتغال الكامل بالجسم خسران عظيم، لأن ذلك يبعده عن إصلاح قلبه. فلذلك يقول بعد ذلك: أقبل على النفس واستكمل فضائلها، أي أقبل على قلبك وروحك ونفسك، توجه إلى هذا الجانب المهم العظيم واستكمل فضائلها. فضائل النفس المعنوية كثيرة وكثيرة جدا، من الأخلاق ومن الآداب ومن العلوم والمعارف والمحاسن والمناقب. فعليك أن تحرز هذه الفضائل النفسية وهذه المحاسن الروحية وهذه المزايا الخلقية، فإذا أكملت نفسك كنت كاملا. فإنك بالجسم، فإنك بالنفس لا بالجسم، لأن الجسم يملكه كل من هب ودب على هذه الأرض، ولكن هذه النفس البشرية، هذه الروح الإنسانية، هذا القلب الذي فيه حب الله عز وجل وفيه حب الإنسان، لا يملكه مخلوق آخر. فأنت بالنفس لا بالجسم، وإن قيمة الإنسان كل القيمة بهذه النفس، وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح. يعني إذا أخطأ مخطئ وأساء مسيء من إخوانك وأصدقائك فليكن لك صفح، فاصفح الصفح الجميل، صفح عنه أي أعرض عنه وعفى عنه في عروض زلته، أي في ظهور خطئه. ظهر من صديق من صديقك وأخيك خطأ، فليكن منك صفح وغفران،
ألا تحب أن يعفو الله عنك؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا يحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. تعرفون سبب نزول هذه الآية؟ كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على مسطح رضي الله عنه ويحسن إليه، وهو ممن ابتلي بالإفك نحو عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما علم الصديق ذلك آلى ألا ينفق على مسطح، فأنزل الله ألا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى وليعفوا وليصفحوا وليكن منك صفح وغفران وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوان وكن على الدهر معوانا. معوان هذا صيغة المبالغة من أبنية المبالغة، مفعال، مفضال، مضياف. معوان أي كثير العون والنصر. كن ناصرا ومعاونا لذي أمل أي لآمل وراج منك من أصدقائك وإخوانك. يرجو نداك، الندى هو الإحسان والبر والخلق والسخاء والفيض، فالذي يرجو منك الفيض والبر والخلق والمعروف ويأمله منك، فعليك أن تعين هذا الرجل الذي يأمل منك أن تحسن إليه، فعليك ألا تخيب ظنه بل أعنه على الدهر، أي يأتي من الدهر آفات ومصائب، فعليك أن تنصر أخاك على آفات الدهر ومصائب الزمان وحوادث القدر. يرجو نداك فإن الحر معوان، لأن الإنسان الكريم السخي يكون عونا للناس، يكون ناصرا للناس، كثير البر والإحسان إليهم. واشدد يديك بحبل الله معتصما، واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. اشدد أي ينبغي أن تأخذ حبل الله المتين بقوة وتجعل حبل الله عز وجل مشدودا في يديك مربوطا. ارتبط واعتصم بحبل الله عز وجل كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي عليك أن تشد نفسك وأن تربط نفسك بحبل الله معتصما، أي بالقوة والعصمة، متصلا صلة قوية
بهذا الحبل وحبل الله هو كتاب الله وشرع الله وحكم الله والاتصال بالله واللجأ إلى الله عز وجل والعبادة لله سبحانه وتعالى والدعاء منه فهذا الحبل هو الحبل المتين وهذا الركن هو الركن العظيم الذي لا يخونك وإن خانتك أركان يعني كل الأركان في الدنيا تخون الإنسان قد يخونه أخوه وقد تخونه زوجته وقد تخونه عشيرته وقد يخونه صديقه هذه أركان الركن الملجأ المأوى الذي يلجأ إليه الإنسان فهو ركن لأن الركن في اللغة الجانب والزاوية فإن الإنسان إذا فزع يلجأ في ركن فإن الإنسان إذا أراد أن يلجأ إلى ركن خانه هذا الركن وكشف عنه وخذله ولكن الله سبحانه وتعالى ركنه عظيم وإن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح دائما على الإنسان لذلك على الإنسان أن يتصل بربه عز وجل وألا يعرض عن الله سبحانه وتعالى وألا يلتمس رضا الناس بسخط الله من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين